نسرين، كنت أتحدث عن طبيعة الاستعدادات اللوجستية التي تتخذها تونس الآن وهي مقبلة على فترة ربما مليئة بالاستحقاقات الانتخابية، تبدأ بانتخابات المجالس المحلية وتليها انتخابات رئاسية، وبالطبع تونس تمر بفترة اقتصادية عصيبة وأيضا تداعيات سياسية شديدة الوطأة كانت في الأعوام الماضية. تحياتي. نعم بالفعل بدأت تونس تستعد لتنظيم الانتخابات المحلية، هذه الانتخابات التي ستكون ممهدة أو يعني الأعضاء الذين سينتخبون عن المجالس المحلية سيكونون أيضا أو البعض منهم ممثلين في المجالس أو المجلس مجلس الأقاليم والجهات، هذا المجلس الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان، وهو مجلس لأول مرة تعرف تونس في يعني في تاريخها مجلس من هذا النوع، كان لطالما كانت تونس لديها برلمان واحد هو المجلس التشريعي. والآن هذه الانتخابات التي ستجري في 24 من ديسمبر القادم بحسب ما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، وأيضا فيما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية التي أشرت إليها هناك طبعا صدور عدد من الأوامر في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية، من بينها دعوة الناخبين للانتخابات المحلية، وأيضا تقسيم البلاد، التقسيم الترابي للبلاد، وأيضا هذا التقسيم الجديد الذي أعلن عن 5 أقاليم كبرى لتونس. كل هذا التقسيم وكل هذه الأوامر من بين التشريعات الأساسية لتنظيم الانتخابات المحلية التي ستجري في 2155 دائرة انتخابية. سيكون فيما يتعلق بالمجالس سيكون كل مجلس محلي يتكون من 5 أعضاء، وفيما يتعلق بالترشحات مثل ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالأمس عن يعني ضرورة استعداد المرشحين لتقديم ملفاتهم للهيئة، ووضعت عدد من الشروط للترشح للمجالس المحلية أو انتخابات المجالس المحلية وعضويتها، ومن بين هذه الشروط أن يكون هناك أن يجمع كل مترشح 50 تزكية مناصفة بين نساء ورجال، وأن يكون ليس أقل من 15 مزكيا لم يبلغ بعد 35 من العمر. وأيضا هناك عدد من الشروط الأخرى المتعلقة مثل كل انتخابات يعني فيما يتعلق بمن يحق لهم الترشح لعضوية هذه المجالس. هناك أيضا فيما يتعلق بالمجالس المحلية مقعد لذوي الاحتياجات الخاصة أو حاملي الإعاقة ليكونوا ممثلين في هذه المجالس المحلية، وأيضا ليكونوا ممثلين في مجلس الأقاليم والجهات. هذه انتخابات ستجري على دورتين مثل ما يعني ينص القانون المنظم لها، وهي مثل ما قلت هي لأول مرة ستشهد تونس انتخابات من هذا النوع فيما يتعلق بهذه الغرفة الثانية للبرلمان، وأيضا انتخابات تشريعية أخرى على يعني تجري على دورتين مثل ما حدث في آخر انتخابات تشريعية. سأكتفي بهذا القدر نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، نظرا لضيق وقتنا نسرين أنا بشكرك شكرا جزيلا.